الو، ايوه يا يوسف، انا نادين. نادين انت فين يا نادين؟ انا عند مامتك في البيت، وفي واحده مجنونه بتقول انها مراتك. واحده مين دي؟ بنت الشيمي اللي انت بتشتغل عنه. غاليه؟ ايوه غاليه يا يوسف، هي غاليه. رد عليا، قولي انها مجنونه، قولي انها كدابه. صح، انت مش متجوزها صح؟ هاتي التليفون ده، قولي انها بس بتقول كده بس عشان عايزه تضحك عليك، يعني عايزه تستغلك، يعني عايزه تضحك عليك بفلوسها. صح، رد عليا يا يوسف، قولي انها مجنونه. رد عليا يا يوسف. طب اديها يا اختي تكلمه. رد عليا مراته برضه. رد عليا عشان خاطري، عشان خاطري يا يوسف. رد عليا، رد عليا يا يوسف، رد عليا يا يوسف، رد عليا. بس يا حبيبتي، بس بس اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. ايوه يوسف، اهدي. انا مستنياك في البيت. منك لله، منك لله. بس يا حبيبتي تعالي يا عم، تعالي تعالي تعالي. بس سعادتك برضو يعني ما كانش المفروض انها تنشر، انما هنعمل ايه؟ هي اللي جابته لنفسها. عارف سعادتك، احنا لما روحنا رئيس التحرير اللي كانت شغاله معاه، اكتشفنا ان الراجل كان رافض النشر من الاساس، مش عايز يجيب لنفسه مشاكل، وده السبب اللي خلاها تسيب الجمعه. انا اسلوبها جذاب والموضوع لطيف، يستاهل النشر. يعني سعادتك نلغي ولا؟ هل الموضوع يستاهل التضحيه؟ في عمل في الدنيا يستاهل ان الانسان يضحي بنفسه عشانه؟ يمكن لو كان الموضوع ده اتنشر وتعمل له البروباجندا المناسبه كان يبقى للتضحيه قيمه، كانت تبقى بطل. للاسف مفيش حد هيعرف يضحي بنفسه ليه. هو سعادتك متضايق لها يعني؟ قيمة الإنسان بتتحدد بقيمة الهدف اللي بيضحي عشانه. لازم يبقى الإنسان عنده طموح. على الله، هي بقى لها قيمة بعد موتها. أتمنى. ما بحبش الخيانة، ما اظنش في حد في الدنيا دي بيحبها، لا كويس ولا وحش، بتوجع. قابلت رجالة كتير قوي قبل كده، عمري ما حبيت ولا واحد منهم، كنت بدور في كل واحد منهم على حاجة انا محتاجاها، بس عمري ما لقيتها. وللأسف لقيتها فيك انت بس. او يمكن اتهيأ لي ان لقيتها فيك انت بس. لحد ما قابلت اللي اسمها نادين دي. دلوقتي انتي سمعتي منها، ممكن تسمعي مني انا كمان. تفتكر هتفرق؟ طب انتي ما سالتيش نفسك انا ممكن اكون عملت كده ليه؟ سالت نفسي كتير قوي، مليون مره، ملقتش رد يا يوسف. حتى لو رد موجود مش هيكون عندك انت، عشان انت هتكدب تاني، وانا مش قادر اسمع منك ولا نص كلمه. انت اصلا ما سالتنيش عشان اكدب عليكي. عايزني اسالك ايه؟ في واحده بتحب واحد وعايزه تتجوزه، هتروح تساله انت متجوز ولا لا؟ الحاجه دي لو موجوده يبقى هو لازم يقول.
خبيت عليا ليه؟ كنت مستني ايه عشان تقولي؟ لا وايه؟ في نفس الوقت بتقولي بحبك وبتعاشمني بدنيا حلوه جدا وانت نايم في حضن واحده تانيه يا يوسف. انت عارف دي بتوجع قد ايه؟ ممكن تقولي انت عملت كده ليه؟ انا هقولك. مش عايزه اسمع. عارف ليه؟ عشان انت نسخة من سعيد بس انا نسخ. حاسبي على كلامك يا غالية. حاضر. حاسب على كلامي؟ هسمعك كويس قوي يا يوسف زي ما كنت بسمعك من اول ما عرفتك لغاية دلوقتي. بسمعك وانا مبسوطة. بسمعك وانا مرتاحة وبمزاجي. عشان كده انت دلوقتي انت اللي هتسمعني غصب عنك. طلقني يوسف. اطلقك ده ايه يا غالية؟ طب على الاقل اديني فرصة عشان ادافع عن نفسي عشان اتكلم عشان اشرح لك. لا انت هتطلقني الاول بعد كده هبقى اسمعك زي ما انت عايز وهترجع لي البازار كمان. بازار؟ هو ايه اللي دخل الشغل والبازار في كلامنا دلوقتي يا غالي؟ حاجتي وعايزاها. ايه؟ عيب؟ يعني انت دلوقتي بتحطي لي شرط عشان تسمعيني وتفهميني اني ارجع لك البازار؟ يبقى اخبطي راسك في الحيط او اعلم في خيل كركبي او روحي اشربي من البحر او التلاته مع بعض لو تحبي. ويكون في علمك الهيلمان الحلو اللي انت عايشه فيه ده كله عايزك تنسيه لان انا هاخدك وهحطك في اوسخ اوضه عندنا في الحاره واخليكي تكنسي وتمسحي وتغسلي ومش هطلق وهبقى اجيلك في الاوضه دي لما يبقى يجيلي مزاج. يا وسخ يا زباله. انا عارفه انت اتجوزتني عشان فلوسي عشان فلوس ابويا يا واطي يا بتاع الحوالي. راسي وتكلمي على قدك ولما تكوني بتكلمي جوزك تكلمي باحترام. فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا مش هقرص عليك دلوقتي عشان عارف ان القرش بيحرق صاحبه لكن قسما بالله قلة أدب زيادة هوريكي بتاع الحواري ده بيعمل ايه. يا بتاعت اللوكندات. زبالة. اه